أيها الإخوة الكرام، انقضى شهر رمضان، فوداعا يا رمضان، وداعا يا شهر الصبر والغفران، وداعا يا شهر القرآن، وداعا يا شهر الصيام والقيام، وداعا يا شهر الرحمات والقربات، وداعا يا شهر الجود والإحسان، وداعا يا شهر التوبة والعتق من النار، وداعا يا شهر الاعتكاف والخلوات، وداعا يا شهر الانتصارات والغزوات الفاصلات. أيها الإخوة، انقضى رمضان وانصرمت أيامه ولياليه، لقد ربح الرابحون وخسر الخاسرون، فهنيئا لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، ويا خيبة من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السهر والتعب، هنيئا للمقبولين، وجبر الله كسر المحرومين، وخفف مصاب المغبونين، وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: